مساء الخير. بدأنا من امبارح سلسلة جديدة بنتكلم عن الحكم العطائية، وهي مجموعة حكم لواحد من الأولياء الصالحين، هو ابن عطاء الله السكندري. بتجمع معاني عميقة للعقيدة، بتعرفنا على ربنا، وبتشرح معاني كتير محتاجينها في حياتنا. الحكمة اللي هنتكلم عنها النهاردة هي: ما ترك من الجهل شيئا من أراد أن يحدث في الوقت غير ما أظهره الله فيه. الوقت، الميعاد، ميعاد كل حاجة. لو تراقب حياتك هتلاقيك طول الوقت منتظر ومستني حاجات أغلبها ما بيجيش. الفكرة دي لوحدها بس كده كفيلة أنها تبوظ لك حياتك وحالك. هو ليه كل اللي بعوزه ما بيحصلش؟ فالحكمة بتقول إن مفيش حاجة أجهل من إن حد يكون عايز حاجة تحصل في توقيت معين ربنا ما أرادهوش. في حاجتين مهمين قوي إن هما يكونوا أساس جوانا. أول حاجة فكرة إن الوقت ده مخلوق من مخلوقات الله، ملكش أي سلطة عليه، لا تقدر تسرعه ولا تبطئه ولا توقفه. تاني حاجة معنى إن كل شيء خلقناه بقدر. يعني إيه؟ يعني الموضوع محسوم، يعني كل خطوة في حياتك، كل نفس محسوب وبقدر معين. يعني مفيش صدف، فكل حاجة بتحصل لك، كل حد بتقابله، كل موقف، كل منع وكل عطاء هو محسوب بقدر معين بتوقيت معين، لحكمة إنه بيشكل منك وبيغير فيك وبيطلع أحسن نسخة منك. وهنا هيكون في سؤال مهم قوي: لما المواقيت بتاعت ربنا، إيه دوري أنا كإنسان في السعي؟ ما إحنا بنسعى علشان عايزين نتائج وإنجازات في وقت محدد برضو. إحنا بنتلخبط بين السعي والتدبير. السعي له مهام والتدبير مهامه تانية. السعي إنك تاخد بكل الأسباب، ده دورك ومهمتك، لكن التدبير هو إن يتم ترجمة سعيك لأنسب نتيجة ليك في أنسب وقت ليك، ودي مهام ربنا مش مهمتنا خالص كبشر. ودي من أكتر الأمور اللي بتهدر طاقتنا وبتلخبطنا، إننا بدنا نشغل بمهام مش مطلوبة مننا على حساب المطلوب مننا. ابن عطاء الله قال حكمة تانية في المعنى ده، قال: اجتهادك فيما ضمن لك. فيما ضمن لك يعني بتنشغل بالحاجة المضمونة اللي هي شاملة كل تدابير ربنا وأرزاقه ومواقيته. اجتهادك فيما ضمن لك وتقصيرك فيما طلب منك دليل على انطماس البصيرة منك، دليل على غياب البصيرة وعدم إدراك الحقائق. مهم قوي نفرق بين إيه اللي مطلوب مننا ونركز فيه، وإيه اللي مش مطلوب مننا ونسيبه لربنا وبس. وأول حاجة فيه الوقت. وحقيقي بجد إدراكنا والتدريب على فكرة إن توقيت ومواعيد كل حاجة بتاعت ربنا وبس، وإن التأخير لحكمة والتعجيل لحكمة وكلها تفاصيل محسوبة، المعنى ده كافي إنه يغير حياتنا ويعلمنا أصل معنى الصبر. لأن الصبر ما بيجيش لوحده، محتاج تصحيح أفكار وبرمجة لعقولنا علشان الصبر يبقى صبر جميل، مش ضغط عن عجز وقلة حيلة. هنتكلم في المعاني دي بالتفصيل بإذن الله مع ضيفنا الداعية الإسلامي السيد أحمد الطلحي.